عسلامة مدام. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. عايشك؟ أتمنى روحك. أنا نسرين، مواطنة من صفاقس، وجيت لتونس عندي دو جور كهو. في الكواليس قلت لي جيت لتونس عندك تحب تعمل سيربريز لخوك. أي إفكتيفمون. أنا جيت سبيسيالمون خاطر خويا يخدم في تونس وإحنا في صفاقس، دونك لانيفرسير نتاعو مالوغوزمون مش باش يكون متواجد في صفاقس، دونك حبيت نعمل له جيست وجيتو لتونس سبيسيالمون اللي هو باش نحتفلوا له بالانيفرسير نتاعو اللي هو اليوم. اللي هو اليوم ايفيكتيفمون معناها هكا مش تجيني دو زون باش يتعدى ان شاء الله في التلفزه نوريوه وانا ديجا احتفلت باش نحتفلوا بالانيفرسير نتاعو. انت ما جيتش وحدك، جيت انت وخواتك. اي بيان سور. اي انت واختك بليتو. اي قررتوا هكا قلتوا نفرحوا خونا؟ والله هي احنا اللي فات انه نقرروا انه نفرحوا خونا، دونك الواحد يعني خوكم الوحيد هو؟ لا مش خونا الوحيد، اما اللي فات نقول خويا، دونك معناتها بالحق معناها خوات معناتها بالحق، اون بلوس ماما توفات الله يرحمها، وهيك اللي قعدنا نحبوا ديما نقعدوا لحمه مع بعضنا، عرفت؟ دونك اي حاجه نعرفوها تفرح اخواتنا، كلكو سوا خويا ولا هو زاد يعرف حاجه تفرحني انا، دونك من غير ايزيتاسيون ديريكت نعملوها معناتها، ما تخمم نون بلو معناتها حاجه ما تستحقش نخمموا فيها بيان سور، دونك سي سا والله نون بروغرامي معناتها، ما عملناش ما خليناش برشا وقت باش نبرمجوا في ساعه هكاك، لو فات انه في مخك باش تفرحوا دونك هكاك امشي وكهو الجاتو تو ناخذوها من هوني، كل شيء ديكوراسيون من هوني، اللي فات هو انه مش يلقى اخته موجوده هونيه والفامي نتاعو باش يلقاها هوني لشنو للانيفرسير نتاعو، دونك في بالي هذا تفرح. اكزاكتومون سا سير ريان لي ديكوراسيون والكل، سي لو جيست كي كونت فوالا، دونك كاو دونك هذا شنو باش نعملوا ان شاء الله. اخوكم الصغير ولا اخوكم الكبير؟ انا الكبيره. انا الكبيره العائله وبعدي هو بعدي ديجا هو يفوتني بثلاث سنين، حضرت له فيديو مزيان ديجا نحكي له فيه قداش انا نحبه برشا وكهو سي سا برشا هكا كي نشوفوا حب الاخوات وخوفهم على بعضهم. بالحق تعرف يعطيكم الصحه انكم تحكيوا في تيل سوجي كيما هذايا، خاطر صغار انه نلقاو الاخوات توا قراب لبعضهم ويخموا في بعضهم بليتو، راهو فما ان سارتان اج سي كل واحد باش يولي يخمم في روحه في مستقبله والكل، مي لو فات انك انت ميم سي الظروف الصعيبه والكل وتخمم في خوك بابسط الحاجات ولا جيست باش تفرحوا، دونك سي فريمون حاجه يلزمكم تعديوها في لي ميديا كوا، دونك يعطيكم الصحة والله. هو في بالو بكم انكم جيتوا ولا لا؟ ما عندوش علم. لا سيرتو با انتم وقتاش باش تعديوها الفيديو. انا ما تخافش. صحيت لا انا دجا توا باش نمشيو ناخذوا كلكو ديكور، باش ناخذوا الجاتوه وهكا والكل ونمشيو نحضروا نهار الشيا في الليل يا العشيه نعملوا له سوربريز. تكلموا تقولوا له انا موجودين؟ لا انا باش نكلمه مش نقول له اجا فما واحد باش نجي نكري دار، فما واحد باش تعطيه العربون، فهمت؟ هو يجي يمشي يزلعربون يلقانا احنا تو دانكو غادي كا، دونك كاو ماشي باهيه الفكره. باهيه كاو دونك كاو هذه هي. نهارين هناك معناها وين بحدا شكون يعني عندكم مع شكون تقعدوا؟ اي عندي دار خالي هوني. اي دونك احنا قاعدين توا بور لو مومون غاديكا وخرجنا اليوم مش نقضيو وكاو، دونك هيك هو معناتها ما بقيتوش تخموا فيها برشا يعني انتوما. انت عندك ليدي هذه من قبل، قلت له فات انه يجي عند ميلاد خويا وهو يخدم بعيد علينا لازمنا نمشيو له. شوف انا كيما قلت لك ساعيكا لو فات اني نلقى حاجه تفرح خويا راني مانيش مش نتردد فيها، دونك عيد ميلاده كيما قلت لك وتوا جاي عيد وهو يمكن يخدم في 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 خدمه حساسه، دونك بوتيتر ما يجيش في العيد وزيد في الانيفرسير مش موجود، دونك قلت يا با بوركوا معناها نمشيو له احنا ونقربوهم لبلايص مالغري لي ديما تحتفلوا بالعيد ميلاد نتاعو. اي كل عام نحتفلوا، راهو مش كان بعد ميلاد خويا معناتها بابا ماما الله يرحمها خواتي، دونك كلهم اي حاجه اي سبب يفرح نقزوا عليه، فهمت؟ دونك شوفوا مثلا فما عائلات بعد وفاة الأم تحسها تتفكك العائلة وكل واحد يمشي في طريقه، وكأنه الأم كانت هي السبب اللي لمتهم يعني. إفكتيفمون دونك هذايا سوجي ثاني بالحق يعطيك الصحة لأنك حكيت فيه، خاطر بعد وفاة الأم صغار أنك تلقى العائلة متماسكة، وهذايا دور البو أون بخوميي ليو ودور الاخت ولا الخو الكبير اللي بعد البو هكايا. دونك كيما انا قاعده نعمل انا وبابا، معناتها نحاولوا باش ديما تقعد العائله مترابطه، وهذا هو الاساس، هذا هو ديننا شقول، وهذه هي عائلاتنا، معناتها احنا مسلمين رانا في الاخر، معناتها عرفت ما احناش، وهذا اللي يميزنا على الاوروب، معناتها مش 18 سنه الواحد يمشي وكل واحد يعيش على روحه. دونك احنا لازمنا نكونوا متماسكين. امنا توفات هكا بعمر، معناتها فهمت، يلزمها هي زاده تكون فرحانه بينا، فهمت، خاطر ديما توصي فينا زادا، واحنا ديما نقعدوا لحمه مع بعضنا، وهيك هي صله الرحم، وهيك هي الاخوه، وهيك هي كا. ترى انه ابوك قاعد يخدم على هذا انه ما تتفرقوش ديما وتبقوا لحمه واحده؟ اي على الاخر، اي على الاخر بالحق، ربي يبارك له. ان شاء الله ان شاء الله اي بو يكون عنده الخصال هذه، معناتها ان شاء الله ربي يفضل كل ام ويفضل كل بو، اما هذا دور البو، خاطر برشا عندنا برشا رجال انا القوة البو يخمم كان في روحه بعد وفاة الام يقول لك حتى انا لازمني نعاود حياتي، ما يعطيك لا يعاود حياته هيك اوتر سوجي، اي نجم يعاود حياته باش يوفر الحاجات ويعين روحه لصغاره. راهو شو راهو هوني فما فرق بين يعاود حياته ويمشي وينسى كل شيء، وفرق بين انه يعاود حياته باش يعين يجيب شكون يعينه ويبارتاج لي ريسبونسابيلتي باش يوفق بالمسؤوليه الكبيره اللي عنده. راهو مش ساهل بو يقوم بعائله، فهمت، مش ساهل، راهو وحده اكزاكتومون. مثلا انت ترى انه خديت بلاصه امك الله يرحمها؟ ماما ما ياخذ بلاصتها حد، اكيد ما فما حد ياخذ، اما لا معناها في الدور نتاعها. انا مش خديت بلاصتها، بليتو انا قاعده نهني فيها، هذه هي، قاعده نهني فيها، يا ماما ارتاح، ارقد متهنيه، احنا رانا باذن الله عندك بنتك تهنيك كاو سي سا، تعمل الماكسيموم افكتيفمون. ملا ان شاء الله ربي يعطيني العمر اني كان نفرح بخواتي ونهنيهم كاو، ونهني ماما بليتو بابا عليهم. انت كالاخت معناها دورك الاخت الكبرى مهم برشا، فرحه خواتك بالنسبه لي؟ اي بيان سور، هما فرحه خواتي على حساب روحك. انا ديجا فرحه خواتي هما فرحه لي انا، دونك كاو معناتها هيك دور الاخت الكبيره الصغيره في الاخر، هيك الاخت لازمها هيكاش تعمل، فهمت، ديجا الاخت هي نسخه صغيره من الام، معناها عرفت كاو. خلي لك كلمه الختام. كلمة الختام نحب نقول ماذا بيا نقعدوا عائلة واحدة ونخليو نوسيون الفامي، خاطر الفامي راهي قاعدة بشوي بشوية قاعدة تتشتت مالوغوزمون، أما مادامنا مسلمين ومادامنا قلوبنا باهية ومادامنا متربيين عند أم وبو باهين، دونك ما فيها باس كي نقعدوا متمسكين بالحاجة هذه كاو، وإن شاء الله ربي يفضل كل أم، وربي يرحم كل أم، وربي يفضل كل بو، وربي يرحم كل بو. خوك عاد بيلادو كيف الشهر؟ اي سبيسيالمون، وجويز انيفيرسير الياس، ونحبك برشا، وان شاء الله كل عام وانت حي بخير.